نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع. استهله الرئيس السيسي بعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لمتابعة جهود إنتاج وتوريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل لا سيما التي تدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار. كما وجه الرئيس السيسي بتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، لما لذلك من مردود إيجابي لصالح المربين والمزارعين، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق في مواجهة آثار زلزال السادس من فبراير 2023، وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامناً مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفاً إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة. واستقبل الرئيس السيسي في مطار القاهرة الدولي نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، الذي أقيمت له في منتصف الأسبوع مراسم استقبال رسمي بقصر الاتحادية، حيث تم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين، وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة أعقبها توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين. اسمحوا لي أن أنا أسجل هنا مدى التقدير والاحترام للعلاقات بين البلدين، واسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أسجل تقديري لفخامتك في أول زيارة ليك لمصر رداً على زيارة رسمية قمت بها في 2018 لبلدكم العظيمة. واسمحي لي أقول لك فخامة الرئيس أن إحنا نعرف بلادكم العظيمة على المستوى التاريخي أنها بلاد ما وراء النهرين، نعرف سمرقند ونعرف مدينة بخارى ونعرف الإمام البخاري والترمذي والزمخشري كعلماء عظماء من علماء المسلمين. زي ما فخامتك زرت بقياس النيل امبارح، ده كان كمان أحمد الفرغاني وجامع ابن طولون أيضا من العلامات الجميلة اللي موجودة في مصر لأوزبكستان. ومصر كانت من أوائل الدول أو أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان سنة 1991، وأول دولة عربية أيضاً أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارتها في طشقند في 1993. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزبكستان، ثمن الرئيس السيسي العلاقات بين البلدين ووصفها بالأخوية والتاريخية، مشيراً إلى أن مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان وأقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة في طشقند. الحقيقة كمان كان في توافق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، حل الدولتين على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضاً أهمية إيجاد حل سياسي للقضية أو للنزاع الروسي الأوكراني لما ليه من تأثيرات على العالم كله. أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الأثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد. كما أكد الرئيس السيسي أن المباحثات مع رئيس أوزبكستان تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية. الحقيقة فخامة الرئيس احنا كنا نتطلع لهذه الزيارة لاستكمال مباحثاتنا ولإعطاء قوة دفع للعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. والحقيقة تناولت مباحثاتنا زي ما انتم شفتم حتى من خلال الاتفاقيات اللي تم توقيع عليها 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مجالات التجارة والصناعة، في مجالات الزراعة، في مجال السياحة، في مجال التعاون في المجالات اللي احنا
اتفقنا على أن هي تعطي قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين. يعني الميزان التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الحقيقة حجم الاحترام وحجم الثقة وحجم الإرادة السياسية للبلدين في التعاون. الحقيقة أيضا مباحثتنا تناولت استمرار التعاون واستمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، وإحنا هنا بنسجل تقديرنا لدعم دولة أوزبكستان لمصر في الحصول على عضوية مراقب في منظمة شنغهاي. الإرادة السياسية موجودة، واسمحوا لي إن إحنا أيضا اتفقنا على سرعة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في أقرب وقت ممكن، عشان ما اتفقنا عليه يتبلور من خلال اللجنة إلى مسار سريع للتعاون في المجالات المختلفة. اتفقنا أيضا على أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودي قضية احنا حريصين على ان احنا نتعاون مع أوزبكستان فيها في إطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للأمن والاستقرار مش بس في بلادنا لكن في العالم كله. واسمح لي هنا في خامة الرئيس مهم قوي ان انا اتحدث على الدور المعتدل والمتوازن اللي الأزهر الشريف بيقدمه من خلال التعليم الإسلام السمح واستقبال الطلبة الأوزبكستان لتعليمهم ذلك. وقد صدر عن الزيارة بيان مشترك حول تعزيز التعاون الشامل بين مصر وأوزبكستان، حيث أكد الرئيسان توافر الرغبة المشتركة لتطوير التعاون على كافة المستويات، وشدد على أهمية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وأن ذلك سيضع أساساً متيناً لتوسيع أطر التعاون في جميع المجالات. وفي اجتماع مع وزير الخارجية اطلع الرئيس السيسي على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقا مع المواقف المصرية بشكل عام. وبمناسبة يوم التأسيس السعودي بعث الرئيس السيسي ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب الرئيس عن أصدق التهاني القلبية للمملكة الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، منوها إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد. كما أكد الرئيس السيسي الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية.